بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك سيموليشن توتوريال. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين بتاعنا على الشابتر الخاص رقم 8، جزء بموضوع او المديول الخاص بموضوع الثيرمال اناليسيز. في السكشن اللي فات او في التوتوريال اللي فات كنا اشتغلنا على الجزء الجديد الخاص بموضوع الثيرمال اناليسيز، واخدنا في موضوع الثيرمال وخدنا عليه مثال وبدأنا نحل المثال بتاعنا وقدرنا نطلع التمبريتشر والهيت فلكس بالنسبة لنا. في المثال اللي عندنا حاجات من الأمثلة المشهورة الموجودة عندكم في الماركة، هو عبارة عن كوباية أو كب مصنوع من الزجاج. المطلوب اللي احنا نبدأ نحسب الثيرمال ستريسز، وخلي بالك بقى دخل موضوع الإجهادات الحرارية، يعني هيبدأ يخش يقول لك احسب لي نتيجة درجة الحرارة المتأثرة على الجسم اللي قدامك ده هو الإجهاد كام؟ إحنا شغالين في الجزء الخاص بالثيرمال وهنبدأ نشوف الفرق ما بين الثيرمال أناليسيز والثيرمال ستريس. قال لك إن الجسم اللي قدامك أو القبة اللي قدامك معرضة لدرجة حرارة من الداخل ومن الخارج كانت قيمتها 20 و60 درجة مئوية. قال لك ان الماتيريال بتاعتك كانت عباره عن زجاج، والمودلس فلاسيستي او اليانج مودلس كانت عباره عن 70 جيجا باسكال، والباوسين ريشيو كانت عباره عن 17%، والثيرمال كوندكتيفيتي كانت عباره عن ان الكي بتساوي 1.4 واط على المتر درجه مئويه، والكوفيشن اوف فريكشن او الكوفيشن اوف ثيرمال اكسبانشن كان عباره عن اللي هي عباره عن الالفا اللي احنا عارفينها 8 في 10 اس سالب 6 1 على الدرجه المئويه. احنا عايزين نشوف بقى نعمل ايه. الراجل بقى اداك في المثال بتاعك شكل القبة اللي قدامك وادالك كروس سيكشن بتاعه، ده اداك المنظور واداك شكل كروس سيكشن، الابعاد كلها عندنا بالمليمتر. بدا يرسم لك الشكل اللي قدامك ده وقال لك ان البعد ده عباره عن 40 والسيكنس ده عباره عن 4 والارتفاع كله عباره عن 100 والسيكنس 4 والمسافه من هنا لغايه هنا عباره عن 30 مليمتر والمسافه من هنا لغايه هنا عباره عن 26. يبقى احنا محتاجين ان احنا نبدا نعمل ايه؟ اول حاجه نبدا نبني الموديل بتاعنا. الشكل اللي قدامنا شكل سيمبل نقدر نرسمه عن طريق الامر بتاع ريفولف. ايوه بالنسبه لك ده اسهل امر بالنسبه لك تقدر ترسم فيه الشكل اللي هو عباره عن الشكل اللي قدامنا ده. وبعد كده تبدا تعمل ريفولف للشكل اللي بعده. وبعدين بعد ما نرسم الكاد او نبدا نرسم الموديل بتاعنا بنروح بقى للمديول اللي هيخدم علينا لموضوع الثيرمال اناليسيس، ونبدا نحط درجه الحراره من الداخل ومن الخارج ونشوف النتائج بتاعه تاثير درجات الحراره على السطح اللي عندك سواء من الداخل او من الخارج، ونشوف تاثير الكلام ده بالنسبه لك. اول حاجه هنروح لبرنامج السوليد زي ما احنا متعودين وهنبدا نخش على البارت. لو انت كنت راسم البارت ده قبل كده تقدر تعمل امبورت للملف بتاعك. اول حاجه نختار المستوى وهنعمل سنتر لاين بالنسبه لنا في البدايه، واقول السنتر لاين في منطقه المنتصف، وبعد كده ابدا ارسم الشكل بتاعي. الشكل بتاعي كان عباره عن خط كده، ابدا ارسم خط كروكي بعدين خط مايل كده وبعدين خط تاني كده مايل بعدين انزل خط كده بعدين ابدا اوصل الجزء الاخير ده، وبكده يبقى انت خلصت الشكل بتاعك. اول حاجه تعالى بقى ندي العلاقات. اول حاجه اقول ان الخط ده مع الخط ده الاثنين عباره عن خطوط موازيه. الحاجه اللي بعد كده هبدا اديله الابعاد، هقول له ان المسافه من هنا لغايه الخط ده كانت عباره عن ال 30، والمسافه من هنا لغايه النقطه دي او الخط ده كانت عباره عن 26. السيكنس ده كانت عباره عن كام؟ عباره عن 4. طيب الحاجة اللي بعد كده إن المسافة من جوه كانت عبارة عن كام؟ كانت عبارة عن 40. المسافة هنا لغاية هنا كانت عبارة عن 40، والمسافة بقى من الجزء ده للجزء ده كانت عبارة عن 4 مليمتر. كده بالنسبة لي اتعرفت الأبعاد كلها، ناقص لك بعد واحد هو عبارة عن مين؟ عبارة عن الارتفاع. بقى عندك هنا دي تدي 40 تاني، وناقص لي الارتفاع. الارتفاع من الارض خالص، تعالى بقى نشوف الارتفاع كان منين. الارتفاع بتاعي من تحت خالص لغايه اعلى قمه كانت عباره عن 100 مللي، يبقى انت عندك من فوق
او من تحت لفوق كانت عباره عن المين. تعال نشوف بقى الشكل قدامنا كده، بقت الرسمه عندي عباره عن فولي ديفايند، وابدا اقول له اعمل لي بقى امر ريفولف، واعمل لي بقى الشكل ده، هيبدا يعمل لك الشكل قدامك ده، ويبقى انت كده خلصت شكل الموديل بتاعك. ادي شكل بالنسبه لنا الشكل بتاع الكب، وبدات ترسمه بطريقه بسيطه. الخطوه اللي بعد كده بقى اروح بقى للمديول الخاص بالسيميليشن، واقدر اقول له اعمل لي دراسه جديده، والدراسه بتاعتي هتكون عباره عن الثيرمال اناليسيس. ببدا اخش على الادفانسد سيميليشن واختار الثيرمال. لو انا شغال في الشكل بتاعي، انا شايف ان الشكل بتاعي اقدر اعمله ك 2 دي، واعمله ك سواء بقى زي النوع اللي كنا شغالين عليه بلين ستريس وبلين سترين والاكسيمتريك. هنا في ال 2 دي لو انا ضغطت عليها بيبدا يظهر لك اختيارين، لا اما تختار النوع العادي اللي هو انت عندك تختار الفيس، ولا اما تختار الاكسيمتريك. احنا في الحاله بتاعتنا دي نقدر نختار مين؟ نقدر نختار الاكسيمتريك، بس خلينا شغالين بال 3 دي او نشتغل بالطريقه العاديه. اول ما اضغط على الثيرمال هبدا اقول له انا محتاج ان انا ابدا اعرف الماتيريال بتاعتي، فانا هبدا اخش على المكتبه اللي موجوده او مجموعه الماتيريال اللي هو البرنامج برنامج السوليد وورك موفرها. طب لو ما فيش الماتيريال اللي انت شغال عليها، بتروح بقى تعمل كاستم بقى ليه، او تبدا تنشا انت الماتيريال بتاعتك. فبالنسبه لك لو احنا دورنا كده على الماتيريال اللي هي ماده الزجاج، ممكن نلاقي هنا الماده بتاعت الزجاج، نقدر نضغط على ابلاي وبعدين نبدا نضغط كله. كده اتعرف لك الماده اللي هي عباره عن الجلاس او اللي هي عباره عن الزجاج. لو احنا دخلنا تاني، تعالى بقى نرجع كده نعمل تشيك برضه تاني، وعاوز نقرا الخواص بتاعتها. قال لك ان المودلس في الاسيست كانت عباره عن 68 جيجا باسكال، والباوسون ريشو عباره عن 23، والشير مودلس والماس دينست، كل الكلام ده مكتوب. وتعالى بقى ننزل تحت كده هتلاقي عندك هنا ايه الثيرمال اكسبانشن والثيرمال كوندكتور، كل الكلام ده مكتوب بالنسبه لك. فتقدر انت بقى تعمل ايه؟ تقدر لو انت عايز تحط اي ماتيريال تقدر تحطها. طب تعال نحط بقى الكونكشن، مفيش كونكشن، تعال نحط بقى الاحمال. الاحمال هنا او الثيرمال لود هي عباره عن مين؟ درجات الحراره اللي هتبدا تحطها. ممكن تجي لك في صوره تمبريتشر، في صوره كونفكشن، او في صوره الهيت فلكس او الهيت بار او الريديشن، يعني على حسب ما انت هتبقى شغال في المثال بتاعك. فاحنا شغالين على حاجات بسيطه بتكون عباره عن تمبريتشر، وعندك درجه حراره من الخارج. دي اهم حاجه تعرف بس الوحدات بتاعه درجات الحراره طبقا للمساله اللي عندك. فهو شغال بدرجات هنا السيليزيوس، تقدر تشتغل بالدرجه المئويه، تقدر تقول له اللي انت عندك ان الدرجه بتاعتك كانت عباره عن كام من الخارج، كانت عباره عن 20 درجه مئويه. ونفس الكلام هتكرره تاني وهتقول له انا عندي درجه حراره من الداخل كانت قيمتها ب 60 درجه مئويه. ما ننساش دايما الوحدات بتاعت الدرجات بتاعت التمبرتشر. عرفت درجه الحراره من الداخل ومن الخارج، ابدا اعمل بقى ايه؟ اعمل كرييت لعمليه الميشنج، واقدر اخلي بقى المش لا اما فاين او اخليه كورس على حسب ما انت، او لو الجهاز بتاعك بقى هيبدا يستحمل، او انت عاوز بقى النتائج دي تطلع لك افضل نتائج. فهيكون طبعا كل ما يكون المش بالنسبه لك المنتس بتاعته صغير، كل ما بيكون المش او بيكون النتائج بتاعتك مقبوله جدا، وتقدر تعمل لها فاليديشن ما بين الحل باستخدام البرنامج وما بين الحل باستخدام المعادلات الرياضيه. انا خلصت عمليه الميشنج وابدا اعمل رن للحل بتاعي، وتقدر تشوف بقى شكل النتائج بتاعك، وتشوف شكل توزيع درجات الحراره من السطح من الداخل لحد السطح من الخارج. وهنا هتلاقي عندك هنا درجات الحراره طالعه لك بالكلفن، تقدر انت ده تحول لو انت عايز تقراها بالدرجه المئويه. تقدر نخش بقى هنا نضغط دبل كليك ونخلي درجات الحراره بالدرجه المئويه. ادي درجات الحراره، واضح جدا التدريج بتاعك من الخارج ومن الداخل، يعني من الداخل 60 وبدا يتدرج على على السكنس بتاعك
من 60 لحد ما وصل للجزء الخاص بال 20. تعال نبص كده على السطح من المسقط الافقي، هيبقى واضح جدا بالنسبه لنا الشكل بتاع توزيع درجات الحراره. لو احنا عملنا ضغطنا هنا كده هتلاقي عندك هنا درجات الحراره قاعده ماشيه اهي من الجزء ده 60 وقاعده تتدرج لغايه ما وصلت للجزء الخاص بال 20. وبكده يبقى انت حسبت او حليت المساله بتاعتك في حل ثيرمال اناليسيس. طيب هنا الراجل كان طالب منك ايه؟ كان طالب منك هنا برضو اللي انت تبدا تحسب الثيرمال ستريسز، يعني عاوز يبدا يشوف شكل الاجهاد، اجهاد نتيجه درجات الحراره، مش عاوز يشوف بس توزيع درجات الحراره على الجسم، لا ده عاوز يشوف شكل تاثير او الاستريسز اللي بتاثر نتيجه الاحمال اللي جايله عن طريق درجات الحراره. لو احنا بقى رحنا بقى عملنا نيو ستادي ودخلنا المره دي على مين؟ على الاستاتيك، وابدا اعمل علامه صح وابدا اعرف الماتيريال وابدا اعرف اماكن التثبيت، لان انت عندك هنا دخلت في موضوع الاستريسز فمحتاج التثبيت ومحتاج تحط احمال، فالاحمال اللي عندك هي عباره عن مين؟ عباره عن درجات حراره. هتعمل عمليه الميشنج مره ثانيه وهتطلع النتائج بقى في صوره مين؟ الاستريسز. اول حاجه هنبدا نعرف الماتيريال، فاحنا بالنسبه لنا كانت الماتيريال هنا عباره عن مين؟ عباره عن الجلاس. لو انت نزلت هنا ورحت جبت هنا الماده اللي هي عباره عن الزجاج هتبدا تضغط على الزجاج هتلاقي هنا البرنامج بيطلع لك رساله ايرور او رساله بتقول لك لو سمحت يعني او عرف لي التنسايل سترينث بالنسبه للماتيريال دي وعرف لي الكمبريشن سترينث بالنسبه للماتيريال دي. هنيجي نبص على الخواص هتلاقي عندك ان التنسايل سترينث والكمبريشن ناقصين، فبالتالي هو محتاجهم عشان يقدر يحسب لك الاجهادات وتقدر تشتغل على الكلام ده. فبالتالي احنا لا اما تروح تحط بقى هنا كاستم وتبدا تعمل ماتيريال جديده، او ممكن بقى احنا نختار ماتيريال ثانيه. تعال نختار ماتيريال ثانيه مثلا وهنفترض ان الماتيريال دي مثلا عباره عن النحاس مثلا. الحاجه اللي بعد كده هقول له انا عاوز اثبت، فاحنا نعتبر ان التثبيت بتاعنا بالنسبه للقبب هو الجزء من تحت، هي متثبته من الجزء من تحت. الحاجه اللي بعد كده انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اقول له انا عندي درجات حراره بالنسبه لي اكسترنال لود، والمره دي هختار مين؟ هختار التمبريتشر. اقول له التمبريتشر من الداخل كانت قيمتها ب 60 ومن الخارج، تعال بقى نحط له الجزء التمبريتشر من الخارج كانت عباره عن 20. هنا بقى عندنا التثبيت، احنا ممكن احنا بس احنا فرضين التثبيت بتاعنا عباره عن فيكس، بس هو طبعا انت لو عندك القبه هتكون عباره عن ايه؟ اللي بيتحرك في كذا مكان عن طريق ايه، في احتكاك ما بين السطح والسطح البين، احنا بس كده فرضين اللي هو ايه؟ كافيكس. تعال بقى نعمل عمليه كريت للمش ونبدا نعمل علامه صح. عمل عمليه المشنج وتعالى بقى نعمل ايه؟ رن للمساله بتاعتنا. فبالتالي هيبدا البرنامج يقدر يحل المساله بتاعتك ويطلع لك بقى ايه؟ النتائج بتاعتك، مش بقى تمبريتشر، لا يطلع لك نتائج في صوره مين؟ في صوره استريسز واستطاله. نتيجه مين؟ نتيجه درجات الحراره كانت عندك. بقى الاحمال اللي عندك ما كانتش جايه لك عن طريق فورس ولا بريشر ولا تورك، لا دي كانت جايه لك عن طريق درجات الحراره. لما يكون الجسم معرض لدرجه الحراره بيحصل له بقى ايه؟ تمدد او اندماج اللي بيأثر عليه، و تبدا تشوف بقى درجات حراره سواء طلع لك هنا بقى كام، شوف طلع لك قيمه الاستريس ب 131 و6 من 10 ميجا باسكال، والاستطاله بتاعتك كانت عباره عن 0 علامه 026، والسترين بالنسبه لنا كانت عباره عن 001 من 1000.
احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في تمارين أخرى.